يعني. وعلى سيره السبور اللي مالك كان عم بيقول انه بحب يحضر مباريات وسبور، اليوم طبعا في مباراه خلص هلا الشوط الاول ما بين منتخب طبعا فلسطين وماليزيا لصالح فلسطين 3-0. للناس اللي ماشيين طبعا بالشوارع وحابين انهم يتابعوا اخر اخبار طبعا المباراه ما بين فلسطين وما بين ماليزيا، لغايه هلا الشوط الاول خلص على 3-0 لصالح فلسطين. طبعا هالمباراة اليوم بين فلسطين وماليزيا هي تصفيات لكأس تصفيات العالم طبعا لكأس العالم وآسيا، تصفيات كأس العالم وآسيا. خلص الشوط